اكتسب برج كليوباترا الكولومبي الشهير حلة بهيجة وتزين بألوان العلم المغربي وصور لجلالة الملك محمد السادس في إطار احتفالات سفارة المملكة المغربية بكولومبيا بالمناسبة الذكرى 22 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، وذلك طيلة ليلة الجمعة السبت في تعبير عن الصداقة المغربية الكولومبية. ويعتبر برج كليوباترا في بوغوطا أعلى بناية في كولومبيا، وهو رابع أعلى برج في أمريكا اللاتينية، وتم تشييده سنة 1978 ويبلغ علوه 196 مترا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.